آوى مهرب المخدرات أو آوى مبتدعا أو خارجيا أو مطلوبا أمنيا، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا؟ بلا شك أنه يدخل في هذا. هؤلاء أصحاب جرائم وتعدي على الناس، فلا يجوز إيواءهم والدفاع عنهم وإخفاءهم في منزله وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تستر عليهم لا يجوز. نعم.